صحيح، بس خالي خلنا فهمك، خلنا فهمك. ابو الرعايه يجي يدق علينا الباب، والله اعطونا 500,000 يلا اعطيكم كي كارت. ابو الرعايه وهذا مصاب الحسين، اعطونا 500,000 يلا طلع لكم الرعايه. ابو الرعايه نفسيته، الباحث نفسيته. يجون علينا المعامل يلا اعطينا 10,000 يعني عمل. والله العظيم اني هاي الرعايه الاجتماعيه من بدايه برنامجي لهذا اليوم ماكو منطقه ما يقولوا لي تقاعد رعايه، رعايه تقاعد. هالرعايه هاي شنو مصايبها والفساد اللي بيها؟ 500,000 يلا شنو المصايب بيها؟ الوزير خليه يشوف حل، شوف حل الوزير، شوف حل لهذا الموضوع. هذا الموضوع ماكو هيجي، ترى هي كلها 120,000 دينار. ترى الشاب بينا يطلع برا باليوم يصرف 25، ويا 120,000. زين هاي حالهم، هذا حال الاطفال يطلعون، هذا وراك شوف زين هذول يطلعون يبيعون على اليك عارفين مدارسهم بسبب العوز والفقر، عارفين مدارسهم زين يبيعون على اليك على اليك بالسوق. راح تقولون والله هذول كذابين، كذابين مو ما كذابين، عراقيين وغصبا عليكم. والله صح، علاج مال الذكر خلي عراقيين وغصبا عليكم. تروح للمستشفيات، مستشفياتنا رديئه، تروح عندنا بس الابراسيتول، غير الابراسيتول ماكو، الله كفيلك. اذا بي سكر واذا بي ضغط هاي الراشي تاخذها من الصيدليه، اتفاق بين الدكتور والصيدليه. عمي كافي، خلي اليوم نحارب الفساد. الناس قاعد تطالب برئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني يقضي على الفساد الموجود.